الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد امبارح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الدولة بتسعى جاهدة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ده عشان يكون عندنا زيادة في الاستثمار وتشجيع المستثمرين على المشروعات الجديدة اللي من خلالها نقدر نوفر فرص عمل وزيادة الصادرات للخارج، واللي بيترتب عليه أكيد توفير العملة الدولارية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن دور الحكومة المصرية، اهتمامها بتحسين مناخ الاستثمار وتأثير الإيجابي من خلال الإجراءات التحفيزية اللي بتقوم بيها، ونتكلم أيضا عن الزيارات المرتقبة من قبل رئيس الوزراء لعدد من المصانع في الفترة المقبلة. على الهاتف معنا الدكتور محمد الشواتفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق الأسبق والخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور، وفي البداية قراءتك إيه لتصريحات رئيس الوزراء اللي اتكلم فيها على تحسين مناخ الاستثمار؟ كيف يعني تعالج الدولة المصرية موضوع أو ملف العملة الصعبة؟ هل إحنا يعني بنسير على الطريق الصحيح في هذا الملف؟ تحياتي يا فندم لسيادتك والزميلة العزيزة، وكل سنة وانتم طيبين. أولا، المناخ الاستثمار في الدولة المصرية كان هدفا استراتيجيا بالنسبة للدولة منذ التأكيد على الإصلاح الاقتصادي بخطة الإصلاح الاقتصادي من 2016، وأخذت الدولة مجموعة من الخطوات ومجموعة من الإجراءات الكثيرة والتي أتت أكلها اليوم، وأصبحت النهاردة في تدفقات استثمارية عشان نصل إلى ثلاث حاجات. أول حاجة أن يزداد معدل الاستثمار الأجنبي في الدولة المصرية إلى 20 مليار دولار. النقطة الثانية أن احنا نقدر نستخدم بالاستثمار ده أن احنا نصل إلى 140 مليار دولار صادرات. الحاجة الثالثة أن يكون الاستثمار ده بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري، وبالتالي هنا يستطيع هنا القطاع الخاص المصري يبني مصانع. ليه؟ عشان نبدي مصانع وتبدأ الثورة التصنيعية والإنتاج الصناعي في الدولة المصرية من خلال ثلاث استراتيجيات أساسية. الاستراتيجية الأولى وهي استراتيجية توطين الصناعة، عشان الصناعات الكبيرة في العالم تقدر الدولة المصرية حتى يمكن أن تكون مركز إنتاج وتسويق وتصدير للصناعات إلى الخارج، عشان توفر العملة الأجنبية أو نقدر نجيب الدولار من بره. النقطة الثانية، ضرورة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل مجمعات صناعية عشان تقدر تستخدم موارد الدولة وتحول الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة قائم على المعرفة وقادر على المنافسة. الجزء الثالث وهو ضرورة استخدام الموارد الطبيعية أو الموارد الموجودة في داخل المجتمع من خلال خلق بؤر تنموية في مشروعات صغيرة في القرية والمدن الصغيرة بما يسمى بؤر تنموية، عشان نستخدم المزايا النسبية اللي موجودة في الدولة المصرية تقدر تكون موجودة ونقدر نصدر منها إلى السوق الخارجي. معنى ذلك أن هناك جهود. هذه الجهود جت إزاي؟ أول حاجة تهيئة البيئة التشريعية، لأن كان هناك قوانين الحقيقة ومشاكل كبيرة جدا في القوانين، فأصبحت الدولة تهيئ ذه من خلال تطوير القوانين. القوانين دي شملت مجموعة من المراسيم ومجموعة من الإجراءات زي التأشيرات الضريبية والتشريعات الجمركية، وكذلك أيضا التيسيرات المالية والإصلاحات المالية اللي تمت في داخل الدولة المصرية، سواء من خلال البنك المركزي أو سواء من خلال الحكومة ممثلة في وزارة المالية. يعني كل دي جهود الدولة المصرية بتقوم بها من أجل الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو تطوير الكفاءات البشرية اللي موجودة في الدولة المصرية. صحيح دكتور، يعني تعقيبا على كلام حضرتك، كل دي جهود الدولة المصرية بتقوم فيها يعني فيما يتعلق ب ملف العملة الصعبة أو تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر. كان هناك عوائق فيما يتعلق بموضوع الشباك الواحد، موضوع التعامل مع أكثر من جهة، بعض البيروقراطيات فيما يتعلق ببعض المناطق الصناعية. الدولة اشتغلت عليها ازاي يا فندم؟ الحقيقة طبعا الشباك الواحد والبيروقراطية داخل تحت نظام الإدارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تبسيط الإجراءات والتعامل مع الجمهور، بمعنى التعامل مع الجمهور عن بعد. هذا الأمر ده كان موجود على مستوى الدولة من خلال ما قامت به الحكومة، وزارة الاتصالات
من تيسير ودعم شبكة الاتصالات والعمل على الاعتماد على شبكة الانترنت والتجهيزات الأساسية والذكاء الاصطناعي. حصل في واحد التسديدات الإلكترونية، اثنين التسجيل الإلكتروني للمستثمرين أو الطالبين دخول مصر، البعد الثالث وهو الشباك الواحد حتى يمكن أن ينهي المستثمر كل إجراءاته من مكان واحد، بجانب كمان الكارت الذهبي اللي هو تعطيه الحكومة المصرية للمستثمر الجاد والمستثمر القوي حتى يمكن أن يقوم بعمل مرة واحدة بشغل واحد، أديله الكارت الذهبي بعد كده يطور مشروعاته اللي هو باخد موافقة البنى وباخد موافقة الكهرباء والبنية التحتية مرة واحدة، خد الكارت الذهبي بعد كده بيكمل. معنى كده إن هو إن الدولة النهاردة بتستخدم أدوات الجديدة وتكنولوجيا المعلومات وتستخدم أيضا الحوكمة والشفافية، وكذلك أيضا تستخدم حرية انتقال الأموال من خلال التيسيرات اللي موجودة واللي أعطتها للمستثمرين. ده جاب أكله أو جاب نتيجة من خلال الاستثمار السنة اللي فاتت دي، ومن خلال ما تم من اتفاقيات مع بعض الدول على إقامة مشروعات كبيرة، وهناك أيضا بعض المشروعات الكبيرة التي ستم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة بإقامة مشروعات صناعية أو مشروعات استثمارية في داخل الدولة المصرية، سواء مشروعات زراعية أو مشروعات صناعية أو مشروعات خدمية. كل ده بيقول إن النهاردة مع تحفيز معدلات النمو وتحقيق معدلات التقدم هيتم من خلال استراتيجية اللي هو دعم جذب الاستثمار وإدماج القطاع الخاص مع القطاع في رسم دور للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري. الامر الثالث كمان الاعتماد على الصناعه والاعتماد دكتور على طيب السياحة. انا بس عايزه اسال سؤال، انه النهارده لو المستثمر الاجنبي ما لقاش ان الجو او لو هو مش لاقي ان الجو الاستثماري في مصر جو مرحب بالمستثمر اكيد مش هيجي، فالنهارده احنا بنلاقي او الفتره الاخيره لقينا مستثمرين اجانب كتير قوي عايزين يستثمروا في مصر. النهارده مصر وفرت ايه للمستثمر الاجنبي بالذات عشان تجذبه عشان يستثمر في مصر؟ لا، وفرت حاجات كتيره من قرن. النهارده مناخ الاستثمار 2024 بمناخ الاستثمار 2014 حدث هناك فروق كثيرة وتباين كثير جدا في كل حاجة. أولا في اهتمام الحكومة وإن دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بيقابلوا المستثمر وبيستروا كل حاجة له. النقطة الثانية ما ننساش أيضا التيسيرات اللي تمت على سواء في شباك التسجيل أو على مستوى ثقافة المتعاملين مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار الآن، ولا كمان على التيسيرات اللي تمت في نظم الجمركية والنظم الضريبية، وإن النهاردة في تطوير في نظم الضريبة حتى من حيث الأهداف الغايات المطلوبة في قانون الضرائب، بمعنى أصبح القانون النهاردة محفز على جذب الاستثمار، وده يأكد لنا النهاردة كام مين المشروعات اللي بتيجي النهاردة والمشروعات الكبيرة ومشروعات توطين الصناعة وكل ذلك من خلال النهاردة. ونشوف اللي فات النهارده الاستثمارات تدفق في الدوله المصريه بشكل كبير في كافه المجالات، ورئيس الوزراء كمان من جولاته الميدانيه بزياره مراكز التصنيع الكبيره والشركات الكبيره وبناء التعاقدات، النهارده اصبح هناك الدوله بالكامل بتسعى الى تيسيرات وتيسير ودعم وتبسيط الاجراءات من المستثمرين لايمانا من ان الاستثمار النهارده في المنطقه كلها. هناك سوق تنافسيه كبيره في منطقه الشرق الاوسط على جذب الاستثمارات، والدوله المصريه عندها معطيات كبيره يمكن من خلالها جذب الاستثمارات، وكان المستثمر بيهرب من عندنا عشان بعض الاجراءات او الثقافه او تصرفات بعض الموظفين. النهارده الدوله حاولت واخذت خطوات جاده في ضبط هذا الاداء، واصبح الموظف النهارده بيتعامل مع المستثمر بشكل جيد على مستوى رئيس الوزراء. النهارده بيتعامل معاهم والوزراء المختصين، اصبحت النهارده التيسيرات البسيطه وانه من اي مكان من اي حته في العالم بيقدر يدخل ويسجل وموقع الالكتروني الموجود. كمان المجلس الاعلى للاستثمار بقياده او برئاسه فخامه رئيس الجمهوريه ايضا هناك جهود كبيره تمت في هذا المجال.
ما حدش يقدر النهارده ينكر المناخ الاستثماري في الدوله المصريه اصبح منافسا، بل اكثر من دول اخرى في المنطقه واكثر جاذبيه من دول اخرى في المنطقه. والدليل على ذلك حجم المستثمرين النهارده الذين يرغبون في الاستثمار في الدوله المصريه لعده اسباب. السبب الاول النهارده قيمه العمله في الدوله المصريه النهارده تصبح عامل محفز للتصدير بالنسبه للدوله المصريه، وبالتالي الانتاج النهارده يقدر يكون موجود. اجر العامل المصري النهارده بالاضافه الى كفاءته بالاضافه الى معطيات الموجوده صحيح. الحاجه الثالثه الحقيقه ما نقدرش ننكر المواني والطرق والتيسيرات اللي تم البنيه التحتيه اللي قامت بها الدوله المصريه بالفعل في عدد كبير جدا من الخطوات صحيح الدوله المصريه في من اجل يعني ايه ضبط المناخ في هذا الامر. شكرا لك دكتور محمد الشواتفي عميد كليه التجاره الازبق الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.